اهلا بيكم. الاقتصاد مشهور دايما بان فيه مصطلحات معقده وكلام مش كل الناس بتقدر تفهمه، مع اننا لو حاولنا نشرحها بتبسيط شويه وحكينا وراها قصه كده هتلاقي المعنى سهل جدا وهيبقى الموضوع سهل وممتع ولطيف. هكون معاكم كل اسبوع عشان ناخد كلمه اقتصاديه ونجيب وراها حدوته او قصه نحكيها في كلمه وحدوته مع ويس. كلمتنا النهارده هتكون هي الـ FDI او الاستثمار الاجنبي المباشر، وحدوتتنا هتكون من المغرب. قصة النهاردة عمرها 20 سنة، 20 سنة قدر فيها المغرب انه يتحول من اقتصاد زراعي او اقتصاد بيعتمد على التعدين الى اقتصاد صناعي من الدرجة الاولى وبامتياز، وده كان من خلال مجال صناعة السيارات. والحقيقة ان المغرب قدم لنا نموذج وقصة ملهمة جدا لكل الدول اللي بتفكر انها تزود معدلات النمو بتاعتها ومش عارفة تبتدي منين. وكلمة السر في القصة دي كلها كانت كلمة واحدة بس، الـ FDI او الاستثمار الاجنبي المباشر. الاستثمار الاجنبي المباشر هو ببساطة ان الشركات والمصانع العالمية تيجي عندك في بلدك وتجيب استثماراتها وفلوسها عشان تقرر انها تعمل شركات ومصانع داخل حدود دولتك. والحقيقه ان الاستثمار الاجنبي المباشر ده عامل كده زي العصا السحريه في نمو اقتصاديات الدول. مستثمر اجنبي بيجي لك بفلوسه والعمله الصعبه بتاعته ويحطها عندك عشان يبني المصانع والشركات بتاعته، فيزود لك موارد العمله الصعبه بتاعتك. والجزء الثاني كمان ان هو بيبتدي ينتج سلع وخدمات انت ما كنتش بتنتجها في الاساس، فبالتالي حجم اقتصادك يكبر ويتنوع اكتر. والجزء الثالث والاهم ان هو بيبتدي يوفر لك فرص عمل فيقلل معدلات البطاله. والشطاره والاستغلال الامثل في موضوع الاستثمار الاجنبي المباشر هو انك ما تستكفيش ان هو يجي يعمل عندك المصانع والشركات وينتج المنتج بتاعه عندك وانت تستهلكه محليا، لا، الشطاره بتكون انك تقنعه ان هو يوسع من حجم انتاجه ده وتجتذبه ان هو يزود خطوط الانتاج عشان يبتدي يصدر لبره، فيبقى انت بقى عمال يخش لك عمله صعبه من كذا ناحيه. اولا جه هو في الاول بعمله صعبه وخلق لك صناعه جديده وكبر الاقتصاد بتاعك ودخل لك فلوس جديده ودرب العماله بتاعتك، من ناحيه ثانيه خدت انت اللي هو انتاجه ده وبدات تتصدره لبره، فبالتالي دخلت لك عمله صعبه ثانيه ووسعت وكبرت حجم الاقتصاد بتاعك اكتر واكتر. وده بالظبط اللي عملته المغرب. المغرب قدرت انها تستقطب كبار صناع السيارات العالميين على ارضها علشان يبتدوا يصنعوا السيارات بتاعتهم. استقطبت المغرب رينو وبيجو وستروين ونيسان، وبقوا كل دول بيصنعوا سياراتهم من عندها. وكمان استغلت موقعها اللي على البحر المتوسط والقريب من اوروبا في انها تخليهم يصدروا المنتج بتاعهم ده لكل اوروبا. طب وده كان نتيجته ايه؟ كانت نتيجته يا سيدي 7 مليار دولار. 7 مليار دولار هي قيمه صادرات المغرب من صناعه السيارات سنه 2020. خلي بالك انا بكلمك على سنه 2020 اللي هي كانت سنه الكورونا والظروف ما كانتش احسن حاجه. بال7 مليار دولار دول بقت صناعه السيارات هي رقم واحد في صادرات المغرب، وتخطت بكده الفوسفات والاغذيه اللي كانت بتسيطر على الصادرات المغربيه. مش بس كده، صناعه السيارات كمان بقت بتمثل 25% تقريبا من اجمالي الناتج المحلي في المغرب، يعني صناعه السيارات بقت بتمثل اكتر من ربع الاقتصاد تقريبا في المغرب. وصل انتاج المغرب كده ل 400 ألف سيارة، وبكده بتيجي في المركز الثالث في الشرق الاوسط بعد ايران وتركيا، وكمان بتبعد عن اقرب منافسيها اللي هو كان جنوب افريقيا، وكمان بتبعد بمسافه كبيره جدا عن منافسها القديم اللي هو كان مصر، اللي كانت بدات في صناعه تجميع السيارات من زمان جدا لكن توقفت لعدم وجود رؤيه واضحه، واللي كمان عشان الظروف السياسيه والاقتصاديه اللي طرقت عليها ابتداء من سنه 2011. المغرب كمان بتتوقع انها سنه 2022 تقدر توصل ل 600 ألف عربية، وبتستهدف سنه 2023 انها توصل لانتاج 1 مليون سيارة كل سنه. عشان تعمل استثمار اجنبي مباشر كويس ما ينفعش تكتفي بموقعك الجغرافي بس، وده اللي المغرب خدت بالها منه، فبدات انها تعمل محفزات وعوامل تساعد من انها تجتذب المستثمرين وتخليهم يزودوا انتاجهم داخل الدوله. فبدات بايه؟ اول حاجه بدات بالبنيه التحتيه، وبدات تستثمر فلوس كتيره جدا في تعديل البنيه التحتيه عشان تسهل للمستثمر ان هو يقدر يوصل للماده الخام بتاعته او يستورد الاجزاء اللي هيحتاج يستوردها، او في نفس الوقت ان هو يتنقل بين المحافظات داخل الدوله ويرجع يصدر تاني المنتج بتاعه. ما وقفش المغرب عند فكره الموقع الجغرافي اللي بيساعده، ولا فكرة ان هو عمل استثمارات بس في البنية التحتية، لكن امتد الموضوع لان هو بدأ يفكر ازاي اقدر اجتذب المستثمرين بشكل اكبر وخليهم انا الخيار الاول بالنسبة لهم في الشرق الاوسط. فقرر انه يعمل ايه؟ قال للمستثمر تعالى صنع عندي وابني مصنعك عندي وبيع عندي وصدر من عندي كمان، وليك 5 سنين مفيش ضرائب، اعفاء ضريبي لمدة 5 سنين، مش محتاج انك تدفع ضرائب، وكمان هخدمك في السوق المحلي اكتر، انا هشيل من عليك ضريبة القيمة المضافة، يبقى إذا اللي هيشتري عربية محلية متصنعة عندي مش هيدفع ضريبة قيمة مضافة، وده طبعًا بيدي ميزة تنافسية جامدة جدًا للصانع، وفي نفس الوقت بيوفر للشعب عربيات بسعر منخفض، وكمان 5 سنين إعفاء ضريبي، يبقى إذا أصبحت المغرب أكتر مكان أو أكتر مركز الناس هتدور عليه أو المستثمرين هيدوروا عليه عشان يقدروا إن هم يبنوا مصانع للسيارات. خطة متكاملة ومحكمة ومعروف بالظبط أبعادها عشان تقدر تستقطب الاستثمار الأجنبي المباشر جوه البلد بتاعتك. العمالة كمان بتكون كلمة سر مهمة جدا في موضوع الاستثمار الاجنبي المباشر، لان المستثمر اللي بيجي لك هياخد العمالة من عندك، وبيحتاج عمالة يا اما انها تكون متدربة كويس وعندها خبرات متراكمة، يا اما انها تكون عندها كفاءات وصالحة للتدريب عشان تقدم له الكواليتي اللي هو محتاجها.
وده برضو قدرت توفره المغرب، لأن صناعة السيارات في المغرب ما بدأتش من فترة قريبة. صناعة السيارات في المغرب الحقيقة بدأت بالشركة الوطنية اللي أنشأتها المغرب سنة 59 تحت اسم سوماكا، وبعد كده دخل عليها صانع أجنبي زي شركة فيات، وبتطور الأمر بدأ يخش عليها الاستثمار الأجنبي المباشر زي ما حكينا من شوية، وبدأت العمالة عندها تتدرب ويكون عندها مهارات وخبرات متراكمة كبيرة، فما بقاش صانع السيارات الآن من إن هو يجي على المغرب ويلاقي العمالة اللي ممكن تأهله إن هو يقدر يقدم منتج فيه كواليتي عالية ويقدر ينافس بيه المنتج الآسيوي أو الأوروبي. وعشان تفهم حجم الأثر بتاع موضوع العمالة ده، فخليني أقول لك إن حالياً صناعة السيارات بتوفر في المغرب حوالي 505 ألف فرصة عمل، والموضوع ما وقفش بس عند هنا برضو. مدام حصل عندك استثمار أجنبي مباشر فعندك استفادات لا حصر لها. خد عندك بقى موضوع الصناعات التكميلية. ايه الصناعات التكميلية ده؟ ده بقى اللي هيوفر لك فرص عمل اكتر ويكبر لك الاقتصاد اكتر واكتر. ما هو مدام عندك حد بيصنع حاجة هنا اكيد الصناعة بتاعته دي ممكن تخدم انت عليها بحاجات تانية. فمثلا انت بتصنع عربيات دلوقتي، فانت محتاج كراسي للعربيات ومحتاج كاوتش ومحتاج ريداتير ومحتاج قطع غيار. قدر المغرب انه يستثمر حوالي مليار ونص دولار في موضوع الصناعات التكميليه ده، ووصل ان هو حاليا بيطلع العربيه ب 65% منتج محلي. 65% منتج محلي بيستهدف انه يوصل بيه كمان ل 80%. معنى كده ان المغرب بيحاول انه ينتج تقريبا عربيه كلها مغربيه. طبعا صعب ان احنا نوصل شويه لفكره ال 100%، لان في عندنا شويه تقنيات وتكنولوجيز ما بنقدرش ان احنا نوصل لها هنا في الوطن العربي، وكمان الصانع الاجنبي مش هيبقى او المستثمر مش حابب ان هو يديها لك. بس برضه انك توصل ل 80% عربيه مصنعة جوه دولة من دول الشرق الأوسط دي حاجة جديدة ومش مسبوقة. المليار ونص اللي ضخته من المغرب في الصناعات التكميلية دول وصلوها ان هي تقدر تستثمر في 26 استثمار صناعي ليه علاقة بصناعة السيارات، وكمان قدرت توفر بيهم 11 ألف فرصة عمل غير ال 505 ألف فرصة عمل اللي اوريدي الناس شغالة بيهم في صناعة السيارات الصناعة المباشرة. الحقيقة ان التجربة المغربية كانت تجربة مبهرة وملهمة جدا، وانا ما كنتش لاقي قصة احسن منها عشان اشرح بيها فكرة الاستثمار الاجنبي المباشر وفوائده على النمو الاقتصادي. والحقيقة ان المغرب طبقت نموذج مثالي ونموذجي في الموضوع ده، ولذلك انا ما غلطتش لما قلت انها ينفع تستخدم كنموذج يدرس للدول اللي بتحاول تدور على نمو اقتصادي ومش عارفه تبتدي منين. المغرب النهارده بتطور من خطتها وبتعلي منها اكتر وبتعلي من طموحاتها، وبتحاول توصل لانتاج مليون سياره سنويا. انتاج مليون سياره سنويا هيوصل المغرب لان هي تكون في نادي الكبار في صناعه السيارات. والحقيقه ان انا شايف ان المغرب قادره جدا على انها تعمل كده. قصه المغرب اللي بداناها من شويه هي يمكن في بدايتها. المغرب قادره انها تطور وتحسن من صناعتها والكواليتي بتاعتها وتستقطب مستثمرين جداد عشان تكون بالنسبه هم مركز لصناعة السيارات داخل الشرق الأوسط وأفريقيا. لو ليك صديق مغربي ما تنساش تعمل له منشن في الفيديو ده وتقول له برافو عليكم، قدرتوا ان انتوا تخلقوا نموذج يحتسى بيه في مجال صناعة السيارات. وأرجو ان الفيديو ده يوصل لأصدقائنا المغاربة ونقول لهم كلنا ان احنا فخورين بيهم في الوطن العربي في ان هم قادرين ان هم يوصلوا يكونوا من كبار مصنعي السيارات في العالم. كلمتنا النهاردة كانت الاستثمار الأجنبي المباشر او الـ FDI، وحدثتنا كانت من عند أشقائنا في المغرب. أرجو ان الحلقة تكون عجبتكم ونكون فصلنا الموضوع بشكل مبسط. لايك شير وفولو عشان تقدروا تشوفوا الحلقات الجاية من كلمة حدوتة على Financial Freedom Today. معكم محمد أويس.